بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحفل الكريم من ساحة العزة والمجد من الأكاديمية العسكرية المصرية، الكيان العلمي العملاق الذي يفيض بالوطنية ويجود بالعطاء، حيث يتزين اليوم احتفالا وابتهاجا ليشهد ميلاد دفعات جديدة من الكليات العسكرية. هؤلاء الأبطال الواقفون شموخا أمام سيادتكم ليكونوا سدا منيعا وحصنا واقيا يحمي ويصون مقدسات الوطن، وطن شامخ تحدى المستحيل، آل على نفسه إلا أن يبنى بسواعد أبنائه المخلصين، وطن تخطى كل التحديات فاتخذ منها سلما لتحقيق الإنجازات. ويأتي احتفالنا اليوم مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، يوم العزة الذي سيظل خالدا في أذهاننا وعقولنا، نقطة التحول التي تعكس صلابة الشعب المصري، فتحية واجبة من جيل نشأ في وطن عالي الهامة لكل أبطال وقادة العسكرية المصرية، وتحية لشهدائنا الذين قدموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأنفسهم تحت لوائه. السيد رئيس الجمهورية، إن أبنائك الواقفين أمام سيادتكم تضرب أقدامهم باطن الأرض قوة، وتعلو هاماتهم في السماء شموخا، وتمتلئ أنفسهم فخرا واعتزازا بهذا اليوم الذي ينضمون فيه إلى صفوف الجيش المصري وهم على أتم الجاهزية والاستعداد للزود والدفاع عن الوطن الغالي، معاهدين سيادتكم على تطبيق ما تعلموه هنا. فهذا اليوم هو يوم فاصل في حياتهم وبداية عهد جديد لمستقبلهم. السيد رئيس الجمهورية، إن التطوير والتحديث جزء من الحياة الإنسانية، فلقد أصبحت الأكاديمية العسكرية منبرا للعلم تضيء السبيل لخريجيها سواء من الضباط أو العاملين بمؤسسات الدولة. فلقد كانت توجيهات سيادتكم بتأهيل العاملين بمؤسسات الدولة داخل الأكاديمية لتنمية الانتماء لديهم وتوسعه آفاقهم وتطلعاتهم وبناء جيل يعمل فقط من أجل المصلحة الوطنية، وها نحن نمضي في ذلك السبيل بكل العزم، لا نألو جهدا أو ندخر وسعا من أجل خدمة هذا الوطن. وفي هذه المناسبة العظيمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالتحية والإجلال لقيادة العامة للقوات المسلحة وجميع أجهزتها على دعمها الصادق واللامحدود لنا، وللسادة مدير الكليات العسكرية السابقين الذين بذلوا كل الجهد في كلياتهم لنصل إلى ما نحن عليه الآن. فلولا جهودهم ما كنا لنصل لهذا المستوى المتميز علميا وانضباطيا. ولزملائي مدير الكليات العسكرية ونواب مدير الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية من المدنيين والعسكريين على ما يبذلونه من جهد لتأهيل هذه النخبة المتميزة من الأبطال بالعلم والانضباط ليكونوا جاهزين لأداء المهام التي سيكلفون بها. أبنائي الضباط الجدد، إن ما وصلتم إليه اليوم ما هو إلا خطوة في سبيل مستقبلكم، أدعوكم إلى العمل الجاد المخلص من أجل وطنكم، واعلموا أن وطنكم يستحق منكم التضحية من أجله بالغالي والنفيس. فمصر يا أبنائي تغلبت على كافة الصعاب والتحديات التي واجهتها، وها هي اليوم
توثق قصة نجاح عظيمة تجسد مجدا جديدا يليق بتاريخها العتيق ومستقبلها الواعد. وإلى أهالي الخريجين أتوجه إليكم بعظيم التهنئة والامتنان، تهنئة ملء الأرض والسماء على تخرج أبنائكم واجتيازهم أولى أهم خطوات حياتهم، وامتنان على تلك النخبة المتميزة التي قدمتموها لخدمة وطنكم. فاملأوا أعينكم بأبنائكم، فهم جني حصادكم، فلكم منا كل التحية والإجلال. السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، نجدد العهد لسيادتكم بأن نكون عند حسن ظنكم بنا، وأن نبذل ما في وسعنا من أجل بناء أجيال جديدة من الضباط المقاتلين، أجيال تحمل أمانة هذا الوطن بصدق وعزيمة، تسعى إلى تقدمه وتعمل دائما من أجل نهضته وصياغة مستقبله. وفي نهاية كلمتي أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء، وأن تبقى مصر الأبية في تقدم وسلام تحت قيادتكم الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.